بتعرفني رجع؟ لما سمعنا بالشي اللي صار ببيتكن صدقني تركنا كل أشغالنا وأعمالنا وإجينا لعندكن فورا، لأنه الشي الطبيعي يكون في رجال بالبيت بمثل هيك قصة. وإذا أبو العصفوري كان موجود هون معنا فأكيد وقتها ما حدا رح يسترجي يفوت على البيت، ما هيك؟ إيه، وبعدين راح بولكيت هو وراقف بسرعة على مخفر الشرطة وحكى راقف مع الضابط المسؤول، منشان هيك بعتولنا دورية. ابني مين هدول العالم؟ آه؟ ليكون بدهم منك شي مشان هيك تعرضوا لك من فترة، تعرفون شي؟ بظن لهم علاقة بالقضية اللي مستلمها، بس ما في داعي للخوف، بعد ما رجعت راح تتحسن الأمور بالإذن. أنا فايت ارتاح. استنى على القليلة كلك لأمي. كتير منيح هيك منقعد نحن الاثنين على يمين اللابتوب وغانغا بتقعد على يساره. بس هيك ما رح نتسلى، لازم نحس انه نحن قاعدين بالسينما وعم نحضر فيلم هنيك. شو عم تعمل ياش؟ بدي اعتم الغرفة مشان تخاف غانغا اكتر. شو عم تعمل انت وياه؟ شو خفتي من هلا؟ شو بك بدي اطلع جيب السي دي مشان نحضر الفيلم. ليش طفت الضو ياش؟ ايه ليش طفيت ضوء الغرفة؟ لازم طفيه مثل السينما. يلا اعطيني سي دي. استنى شوي خليني ادور عليه. راقاف انت خبرتني انه كشاف سولانكي بالمستشفى، بس ما خبرتني اذا هو تعرض لحادث او في مين هاجمه. كيف؟ كشاف سولانكي كان عم يحكي عن سي دي وعليه معلومات مهمة بتخص القضية؟ بس شو بده يكون بقلب هالسي دي؟ يلا ساقار استعجل. يا ربي وينه؟ لقيت السي دي؟ لا لسه، استنى شوي. كيف بده يقدر يلاقي بهالعتمة؟ شغل الضو شوي. لقيته مشي الحال. يلا شغله بسرعة. اسمعي غانغا، إذا خفتي قولي لي فورا مشان وقفه. اتطمن ما رح خاف، كم مرة بدي أقول لك؟ ماشي رح شغله لك. شو هالفيلم هاد؟ مين هدول الناس؟ ما بعرف، ما عندي فكرة. ايه شو هالفيلم؟ اسكتوا وتفرجوا. ماشي رقاف، برجع بتصل فيك. استاذ الشاي صار جاهز. بدك تشهد ضدي ولا؟ وضد صهري انت عن جد مجنون؟ يعني ما بتعرف انت على الان مع مين؟ لك هدول ناس كبار كتير، كيف تتجرأ تتحدى كل هدول؟ ما بعرف. وهلأ أنت رح تدفع الثمن غالي ورح تموت. موت موت تستاهل. غانغا شو صار لك؟ خافت وقت شافت الزلمة. إذا كملت الفيلم يمكن ساعتها يصير لشي المسكينة. Thank you.
رجال، أنا بعرفهم، هدول هن، متأكدة إنه هدول نفسهم. جانجا؟ أنا بعرفهم منيح لهدول. طيب فهمنا إنك تعرفيهم، ليش عم تصرخي؟ وطي صوتك. هدول نفس الرجال، أنا بعرفهم، شايفتهم من قبل. إذا ضليتي عم تعيطي ما رح نحسن نكمل الفيلم، اسكتي. أنا بعرفهم منيح. خلص جانجا تصرف فجأة. هدول الرجال أنا شايفتهم من قبل، أنا بعرفهم. وطي صوتك. خلص جانجا بيكفي. شوفي جانجا، شو صاير؟ شو القصة؟ ما في شي بابا، بس خافت من فيلم الرعب. هذا ما نو حقيقي يا مجنونة، هذا مجرد تمثيله بس. لا ساقار، جانجا أقوى من إنها تخاف من فيلم. أكيد في شي تاني. بابا؟ بابا! 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 طولي بالك بنتي جانجا، ما في شي، لا تخافي. بابا جانجا؟ لوين جانجا؟ ساقار اتركها يا ابني، خليها تبكي براحتها. أكيد نرجع. رجع على البيت؟ إيه معلم، هو ومساعده راقاف رجعوا مبارح، وطول الفترة الماضية كانوا يروحوا على المشفى سوا ليزوروا كشاف سولانكي ويطمنوا عليه. وكمان شانكار بالسجن؟ بدك تخبرني هيك كمان؟ جاي لحتى تنقلي هالأخبار السعيدة هي وراسك مرفوع باللي صار. شانكار صار بين إيدين الشرطة هلأ، وخلال التحقيق بالقصة إذا هالرجال بيحكي شيء وبيعترف لهم بالحقيقة، وقتها بتعرف شو رح يصير لنا ولا ما بتعرف؟